يسيرون ويسرفون، يتجاوزون الحدود فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. هل لا تصدقوا؟ هل لا أمسكوا لله جل وعلا فأنفقوا المال كما يرضي الله جل وعلا؟ يغسل يده بالعود وبالعطور، وآخر يضع الولائم كما هي عند القمائم والعياذ بالله. إحصائيات مخيفة، بعض البلدان يكتب عنها، في بلادنا في الخليج يكتب عنها أن مقدار الوجبات التي ترمى أكثر من 4 ملايين وجبة يوميا ترمى في القمائم في وقت إخواننا لا يجدون ما يأكلون وما يشربون وما يقتاتون. أناس وصل بهم الإسراف والترف أن الواحد منهم لا يستطيع أن يأكل أكلة البارحة. يا الله، ما الذي نحن فيه؟ ما هذا النعيم الذي أنسانا شكر النعم؟ إن الشكر ليس باللسان، إنما بالأعمال بالأفعال. صلاتنا شكر، اقتصادنا شكر، اقتصادنا في ولائمنا في طعامنا.